هنتكلم عن بدايه الحصان الاسود ابتدى ازاي. السنه اللي فاتت انا كنت بعمل مسلسل وعد بطوله مي عز الدين واخراج ابراهيم فخر، وبعد ما انتهيت من كتابته تماما كان عندي فكرة تانية عن شخص بيجيله نوبات من الإغماءات المتكررة ونتيجة تعطيل مواد معينة، وفي الفترة دي اللي بتضيع من حياته هو بينسى اللي بيحصل له، وفي نفس الوقت بيفاجأ انه متورط في جريمة، فبالتالي هو مش فاكر، مش عارف هو نفسه اذا كان عمل الجريمة دي ولا لا. البداية كانت من هنا، كان المسلسل ساعتها عملته في معالجة كان اسمه عكس عقارب الساعة، و قعدت اشتغل عليه شويه لحد لما جالي مكالمه تليفونيه من المخرج احمد خالد موسى، وهو صديق قديم يعني، وجمعتنا قاعده فبنشوف ايه المشاريع اللي ممكن نتعاون فيها السنه دي يعني. طرحت عليه فكره عكس عقارب الساعه ولقيته عجبته جدا، وشاف فيها انه ممكن يبقى ده مشروعنا لرمضان القادم اللي هو 2018. قلت له تمام. تاني يوم الصبح لقيته بيكلمني هو والفنان احمد السقا مع بعض، كان هو حكى له القصه فابدا اعجابه بالشخصيه وبالحدوته وبالاجواء اللي بتدور فيها، وطلب انه يقرا المعالجه، بعتها له فعلا، ومفيش بعدها باسبوع كنا قاعدين في الشركه بنتفق فعلا ان ده هيبقى مشروعنا للسنه دي يعني. وقعنا وابتدينا شغل، كان هم عندهم داخلين مع بعض فيلم اسمه هروب اضطراري اللي هو تاليف محمد سيد بشير واخراج احمد خالد موسى برضو، دخلوا هم يصوروا في الفيلم وانا خدت وقتي تماما في ان انا ابتدي كتابه في الموضوع اولموست 3 شهور، انجزت فيهم عدد كبير من الحلقات. لما خلصوا ابتدينا نعمل بروفات ترابيزه ونكمل الكتابه، وبعدين في النص كده باستشارتي دايما وانا شغال بحب استشير اللي حواليا في الموضوع، انه اسالهم ايه رايكم مثلا في التفصيله دي او في غيره، فسالت من المقربين ليا في العمل ايه رايكم في اسم عكس عقارب الساعه، هل ده اكتر اسم معبر عن الموضوع ولا لا؟ لان الحقيقه انا كان ساعتها عندي تخوف من انه الموضوع يبقى الاسم مش لايق قوي على الاحداث، فلقيت انه يعني في قبول مبدئي للموضوع، ولكن لو لقينا اسم افضل ليه لا. فاقترحت عليهم طب ليه ما نسموهش الحصان الاسود، لانه ممكن يبقى اليق للاحداث، البطل اسمه فارس، ولانه الموضوع بشكل او باخر للي بيتفرج وبيتابع ليه علاقه بالخيول بشكل او باخر يعني، ولان الموضوع كمان معبر بعد ما تقطع شوط من الحلقات، احنا في العشرة يعني اعتقد الحلقات الاخيره كمان بتعبر قوي عن مضمون الحصان الاسود. الحصان الاسود ده اللي هو بيبقى دايما لا مش الربحان، ده اللي بيبتدي السبق وهو في الاخر، وبعدين بيبتدي يتقدم في حين ان كل المتقدمين عليه بيتراجعوا، هو اللي بيبقى بيفوز في النهايه يعني، بيسموه الدارك هورس او البلاك هورس في سباقات الخيول يعني. فهو البطل مشابه بده، انه في النهايه بيتعرض لازمه كبيره وبعدين في الاخر بيحاول يحلها لحد لما بيتقدم بشكل كبير يعني. فلقينا انه الاسم لايق الحصان الاسود اكتر، ولقى قبول اكتر عند فريق العمل يعني اللي احنا شغالين معاه، فبالتالي دي كانت بدايه الحصان الاسود.